حاليا احنا في الجيب وفيها مغارة، بنشوف ندخل فيها نشوف شو وضعها من الداخل. شوف شوف، طبعا بابها مش عالي، بس هي شكلها ايش مصيعة من جوا. ندخل نشوف. بس لها صغيرة على النفق. المغارة ارتفاعها عالي أصلا، شوفوا المغارة كارتفاع منيح ارتفاعها. في 5 متر تقريبا. في إذا بتنتبهوا محل ممنوعة، في زي قطرات ماء، ممكن تكون رطوبة وممكن تكون قطرات الماء هاي سببها. هسه نجي نشوفها سببها، ممكن يكون ايش، مياه متصافية من فوق. هاي من الضيهان نمشي، في تشكيلات يعني خلينا نقول صخرية. نعم يلا هنجي. أنا في زي تشكيل معين، خلينا نشوفه. بس المغارة شكلها يعني في حد داخلها كابلين، مش يعني أكيد إنه في حد داخلها. طبعا مليان فيها عفن. هذا العفن هي لوح صبر مبين، هذا اللي جاي ولا لا؟ مش عارف شو، أو بقايا لا من حيوان إشي هيك. بس هذا الرمل اللي هان بدل على إنه في إشي حيوان. عرش إنه أدبت حق زحلت، ما يبين انه بتزحلق. يا رب. بسم الله. هنا في عنا تشكيلات هيها. مفيش من تدور على حسام؟ لازم هذه الأدائس تبقى رقم. كبيرة صح؟ نشوف شو ممكن نشوف فيها كمان. هي ضخمة ضخمة، بس مش زي ما قالوا لنا 700 متر. المغارة مش بهذا الامتداد الكبير يعني. شوف امشي، هاي جاي كذا. هذا السقف، كل هذا اللامع هي قطرات ماء. هاي في عنا، خفاش. هذا الكاميرا مليحة تجيبه. هاي خفاش، هاي أخرى واحد هناك كمان، هاي أخرى واحد هناك. في آثار قطاع خفيفة هنا على أنا انتبهنا في آثار قطاع صحيح. بفعل بشر اللي هو هي هنا في المنطقة هاي. مبين هاي المنطقة فيها آثار قطاع. فممكن يكون فعل بشر يعني، ممكن انه كان كنا محاولات العفن. وفي غذاء متوفر له فنما، بس غريب شكله. المنطقة فيها قطاع بشرية. التشكيلات في الصخ في السقف هاي ممكن سببها مطر. هاي في خفاش هاني بك شايفه، أنا ضاوي. في 3 في السقف. هان في الداخل مش وسيعة شكلها كمان صح؟ لا لا، في تجويف، بس المشكلة في النهاية تجويف نهاية. اللي هنا تجويف مسكر يعني. هذا هذا شكل التجويف بوصل لفوق يا بكر. بس شو تراب يعني نازل فيه؟ شو تجويف هذا شايفه؟ هذا شكله على هذا لفوق شكله بنفذ، لأن التراب نازل من فوق، تراب أحمر. فكرة شكل ممكن نبحث عن ذهب. في اثار بحاشة انا. هاي ممكن اشي قديم يكون بحاشة، ممكن جديد ما بتعرف يعني. بس نفس هاي الحفر، هذا الاثار هاي شفناها في المعاصر اللي فوق صح؟ الاثار الحفر القطاع في الصخر نفس اللي شفناها في المقاطع فوق. شكرا المعصر، يعطيكم العافية.